راح نضوي خلال مساحتنا الحالية على جانب من جوانب معرض الكتاب السوري. مثل ما بنعرف نشاطات المعرض هي عم تكون متنوعة بين عروض سينمائية بين حفلات توقيع والعناوين الكتب يعني عم تكون مختلفة. ضمن مساحتنا راح نحكي عن العناوين المتخصصة والموجهة للأطفال وأكيد بيسعدنا نرحب بالكاتبة سميرة شكر وهي متخصصة في مجال الكتابة للأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. قد ايه اليوم عالم الطفولة متعب حتى بالكتابة؟ يعني نحن بنقول هذا الطفل صغير يعني انه ما فينا نحن نضحك عليه ولكن هو السهل الممتنع يعني شعلة ذكاء بالنهاية، فكتير في بحاجة لخبرات لتقدري تتعاملي معه صح. قبل ما نفوت بتفاصيل الكتابة خلينا نحكي اليوم عن المعرض وعن الكتاب اللي كان موجه للطفل ضمن المعرض. هلا نحن المعرض اول شيء بنستناه من السنه للسنه، هو فعاليه رائعه بالنسبه لنا وبالنسبه للاهل وبالنسبه لحتى يعني لكل فئات المجتمع. وفي بمعرض الكتاب مساحه واسعه للطفل هي السنه، يعني انا عم شوف هي السنه اكثر من دار نشر مختصه بكتب الاطفال والوسائل التعليميه. صراحه يعني شيء رائع لما بنشوف احنا الشيء رائع لما بنشوف احنا الاهالي جايين خصوصي لمعرض الكتاب ليدوروا على قصص او ليدوروا على كتب تعليميه لاطفالهم. الاقبال جيد الحمد لله، يعني ما كنا متوقعين هيك، يعني سنه عن سنه عم نتفاجئ بالاقبال عن السنه اللي قبلها، وكل سنه عم تكون مشاركه مميزه عن السنه اللي قبلها الحمد لله. هي نقطة إيجابية نيرمين، نحن بعصر الميديا والإنترنت صرنا نروح للمواقع الإلكترونية كرمال نقرأ قصة، أو حتى الأطفال يعني بعمر بيمسكوا الموبايل استغنوا عن الكتاب، ولكن اليوم عم تقولي لنا الإقبال كان جيد، خلينا نقول بشرة خير هي إنه رح نرجع اليوم للكتابة وللورق. الحمد لله حتى الأهالي عم يدوروا عن شيء يبعدوا أطفالهم عن التكنولوجيا والموبايل. أنا برأيي يعني عم شوف إنه الكتاب مرغوب للطفل هلا أكثر لأنه صار الموبايل شيء متداول دائما. صحيح. هلا الكتاب صار شيء غريب فعم يلاقي شغلة حلوة يعني مثل عم يحسه لعبة. وحتى توقيت المعرض هو يمكن مناسب مع عودة يعني صار لفترة عودة المدارس رجعت، فالطفل رجع للالتزام، رجع للكتابة، رجع للقلم، فوجود هذا القصة قبل النوم أو الكتاب يمكن بتصور صارت محببة أكثر. صارت فسحة له جاية على المعرض، صارت أنا عم شوف الأطفال يعني مثل رحلة عم يحسها الجاية على المعرض. سميرة خلينا نحكي عن كتبك أو مؤلفاتك خلال عام 2022. عناوين الأساسية هي المكتشف الصغير، سلسلة فيها حوالي 24 كتاب، عندك أيضا تصبح على خير، وعنا تعلم حروفي مع الحركات، وهي كلها عبارة عن مجموعة من المؤلفات. خلينا نحكي عن كل عنوان أو مين الفئة العمرية المستهدفة. هلا المكتشف الصغير هي عبارة مثل ما قلتي عن 24 كتاب، ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اسمها كلماتي الأولى، اللي هي كلمات اللي بيستخدمها الطفل أول ما يبلش يحكي، لازم بده يعرفه على كيف بده يعبر عن مشاعره، عم تعلمه مثلا الأرقام. السلسلة الثانية هي العالم من حولي أو أشياء من حولي، هي عم بعرفه على الأشياء اللي موجودة بالبيت، بالشارع، بأغراضه الشخصية. المجموعة الثالثة هي المجموعة المميزة للمكتشف الصغير، اسمه حياتي اليومية. هو مستهدف عمر من 3 سنين ل5 سنين، هي عبارة عن مجموعة قصص حتى يقدر يتصرف بسلوكياته الأولى، مثل مثلا أنا بدي أعلمه كيف يدخل المرحاض، كيف بده يكون صداقات جديدة، كيف بده يكون يتعرف على أفراد العائلة. كمان هو المجموعة الأخيرة هي عبارة عن 8 كتيبات. تمام، رح نحكي أكثر، نرجع نحكي أكثر عن هي العناوين، ولكن خلونا نروح لجولة رصدتها كاميرا صباحنا غير ضمن أروقة المعرض ورصدت آراء المواطنين، خلينا نتابع. في
المشاركه بالمعرض بتهدف بشكل اساسي لمساله الترويج للكتب اكثر ما يمكن. يعني حاليا الملاحظ تماما انه معظم اللي بيقتنوا كتب بيقتنوها من المعرض وليس من المكتبات. المكتبات صار انه الحاجة والضرورة أنه نعمل بحث بالمكتبة حتى نلاقي، بس الاهتمام الأساسي هو بالمعرض، فهو منفذ ونافذ مهم جدا لدور النشر للتلاقي مباشرة مع المقتني مع المشتري مع المواطن، أنه يشوف الكتب اللي بديها، نعرض له آخر الكتب عنا، شو آخر شيء مطبوعات إنا، نشوف شو ملاحظات إذا عندهم ملاحظات مباشرة معنا. نحن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا متخصصين بعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي بتخرج مهندسين بمجالات مختلفة المعلوماتية والاتصالات والنظم الإلكترونية وعلوم هندسة المواد. كتبنا متخصصة لدعم العملية التدريسية لطلاب المعهد وطلاب الكليات العلمية بشكل عام بالجامعات السورية، سواء الكليات الهندسية أو كليات العلوم. هاي التظاهرة الثقافية كثير مهمة لنا نحن كمثقفين، وكثير مهمة لكل شرائح المجتمع، بأن الثقافة هي اليد العليا دائما، واللي لازم نكون احنا تحتها وتحت لواءها. احنا لنا بضمن الاتحاد العام للصحفيين والكتاب الفلسطينيين إن هون جناح متواجدين فيه، ودائما بكل سنة إن تواجد ضمن معرض الكتاب. نحن سنويا من زوار المعرض بيجي بلاقي يعني كتير شغلات حلوة خاصة للأولاد، وفي أفكار حلوة يعني للأطفال الصغار لليافعين، روايات عالمية، في شغلات كتير يعني هي هواياتنا هي اللي مدور عليه. مشاركتنا دائمة طبعا مو أول مرة، في عنا ببلش نحن من تلوين، حتى التلوين فيها وسيلة تعليمية للطفل مثل أحرف عربية أو الإنجليزية أو كذا، ومترجمين له إياها عربي إنجليزي فرنسي. باقي الكتب طبعا بتحكي مثلا عن نشرح قصص الأنبياء، في شيء ديني، في شيء عندي تعليمي، بنفس الوقت أكتب وامسح قرآني جزء عام عاملينه كمان مشان الولد يتعلم، عاملين كتب أرقام بنفس الوقت إعداد وهيك مشان ينتشئ الولد بالبيت، هو بالبيت بعمر مبكر يعرف إنه يكتب حرف الألف من الباء لكذا ولا آخره من هالترتيبات الآتية يعني. وطبعا غير القصص منوعة من عمر 3 سنوات وما فوق. سميرة، نحن وقت اللي بنمسك نكتب شيء للأطفال في عناوين عريضة مفروض نحن دائما ننتبه إنه نحن ما نتجاوزها، وناخذ بعين الاعتبار عمر الطفل، سلوكياته، البيئة والمجتمع. خلينا نحكي عن العناوين اللي أنت كتير بتنتبه عليها خلال الكتابة. هلا اول شيء مثل ما قلت انا بدي انتبه للفئة العمرية، يعني انا بدي لما بدي اكتب من العمر من 3 إلى 5 سنين غير لما بدي اكتب من عمر 7 سنين ل 8 سنين. صحيح. بدي راعي التفكير الطفل. هلا هي كتابة للطفل مثل ما قلت هي سهل الممتنع. بدي شبه اللي بيكتب للاطفال مثل طبيب نفسي، بده يدخل لاعماق الطفل لحتى يعرف هو شو بده وشو احتياجاته، شو الشغلات اللي انا لازم اعلمه اياها، شو بيحتاج انا هلا السلوكي، شو السلوك الجديد اللي انا بدي اعلمه اياه. ومثل ما قلتي هذا الجيل غير جيلي انا، غير جيلنا اللي احنا يعني اللي بده اياه هلا غير اللي بده اياه. باي قصه يعني تمام عن تجربه يعني تمام. صعب كثير تقنعي باي قصه، حتى صعب بدك تقنعي بالقصه وبدك تكوني بسيطه، يعني بدك توصي له الهدف او السلوك باسلوب بسيط، وحتى المفردات بدك تختاريها بعنايه. عشان هيك يعني مثل ما قلتي هو صعب، بس اللي بيحبه لما بيحد بيكتب بحبه بيكتب بصدق فبتوصل. يمكن تنتبه كثير لقصة الألوان، الغلاف، العنوان، كيف حد هو يعني أول شيء نحن بيلفتنا العنوان. تصبحي على خير، ايمتى أنا بدي لها لإنجلي تصبحي على خير وتنام؟ هلا تصبح على خير هو بيحمل أكثر من معنى. أول شيء تصبح على خير لأنه هي حكايات قبل النوم، وثاني شيء تصبح على خير لأني أنا بنهاية كل قصة عطيته للطفل مثل شوية تفاؤل وشوية شغلات يفيق عليها مبسوط. يعني أنا عطيته بآخر القصة مثلا أنا بكرة شو بدي فيق أعمل؟
أنا بكرة رح يكون صباح حلو أو مو حلو. صحيح. عشان هيك اسمه تصبح على خير. بشوف إيش الألوان نرميش شو حلوة يعني نحنا بتجذبنا كمان هدول الألوان يعني بنروح بنشوفهم يعني. دل متعليين بطفولتنا يعني بس نحن على دورنا كانت ليلى والذئب الخراف الخمسة كانوا نفسهم. هلا لا في كثير في كثير هلا هي مثل تصبح على خير هي قصص خيالية بس خيال جدا لطيف مثل الطفل عم يحكي مع نجمة أو في جنيات سعادة هي بتدور على وحدة تعمل الخير. تمام. خلينا نحكي عن خصوصية اليوم اللي عم بتكون بكتبك بإيصال المعلومة يعني إذا عم نقرأ العناوين تعليم الأرقام تعليم أشياء الخاصة أفراد عائلتي أنت مخصصة لكل شغلة برأيك أنه الطفل لازم يتعلمها هو الكتاب. خلينا نحكي عن كيف اليوم بيتم تحديد هاي المهارات أو المواضيع اليوم اللي أنا لازم أعلمها للطفل حسب الفئة العمرية. هلا مثل ما قلت انا من عمر 3 ل 5 بدي اعلمه اول شيء الشغلات اللي حواليه هو مثل ما انا مسميه الكتاب هو مكتشف صغير هو طالع على عالم جديد بده يعرف شو اللي حواليه. هلا الارقام انا ما فيني اعلمه مثلا بدي فوته على المدرسه حتى يتعلم ارقام انا فيني اعلمه اياها من قبل حتى طريقه الارقام عاملتها بنجوها هي العد على الاصابع يعني اذا بتفتحي الكتاب بتبين الايد وبتبين انه هو عم يعد على الاصابع هي انا فيني اعلمه اياها من عمر 3 سنين قبل الكتابه لانه انا بدي مس اذا بدي مسك الطفل القلم من عمر 3 سنين رح يكره الكتابة. أول شيء في عضلة الإيد بتنوجع حتى هون معلمتي تعليم الطعام باليد يعني عن طريق الكتاب بده يتعلم عن طريق القصة عن طريق القصة عن طريق القصة هون في طفلة اسمها تالا بصير معها مشكلة وهي عم تاكل بإيدها بس بعدين بتتعلم لحالها بتكون معها ماميتها بتعلم لحالها هي سلسلة كثير حلوة أنا كثير بحبها حياتي اليومية معلمته فيها الطعام باليد معلمته فيها دخول المرحاض معلمته فيها كيف يحب الحمام كيف يكون صداقات كيف اذا اجى لعنده ضيف جديد لانه بنعاني نحن مع الطفل اذا عنده اجى لعنده ضيف جديد بيطلع كل مواهبه لا تقلي اول شيء بيطلع كل مواهبه ثاني شيء بجوز يتخانق مع الطفل الجديد اخذ له العابه او شيء لازم اعلمه هي انه لا هو طفل هو صديق له ضيفك بالنهايه ورفيقك. اليوم الاهالي وقت اللي دخلوا على المعرض وشفتي عم تشوفوا الكتب والعناوين لوين راحوا اكثر شيء يعني شو حسيت اليوم الاهالي عم بتدور على شو هلا اكثر شيء انا عم بشوف انه عم يطلبوا الشغلات التعليميه اللي هي عم تساعد خليني اقول الروضات او الفئات الاولى والفئه الثانيه عم تساعدهم بالمنهاج تبع الروضه ممكن عم نهتموا شوي باللغه العربيه والقصص قبل النوم هي عن كونك ذكرتي قصه اللغه العربيه اليوم عم شوف هذا الكتاب لتعليم الحركات بالكلمات يعني اخذتيها بطريقه ظريفه الكسره الضمه يعني عن طريق كمان هيك قصه كمان هي عباره عن جمل بسيطه وانا مضويه بقلب الجمله على الكلمه اللي مشكله مثلا انا بدي احكي عن الكسره ومضويه بس على الكلمه اللي فيها الكسره والحركه مشكلتها ب انا عم بحكي من 5 سنين بتصور لسبع او 8 سنوات او ممكن حتى بس يفوت على المدرسه بالصف الاول بتعلموه الحركه الفتحه والضمه هون بيعززها يعني بتعلمها بالمدرسه هون بيجي بيحفظها اكثر للحركه طيب سميرة اليوم في تكلفة مادية نحن عم نشوف امبلاجات كتير حلوة الوان طباعة اليوم شو زعجتي ذكرتك بمقاساتك اكيد في تكلفة خليني احكي اليوم انت كيف قادرة اقتصاديا يعني عم بيكون البيع يعني يغطي التكلفة او لا هلا نحن عم نحاول بخاصة بمعرض الكتاب انه نوصل الكتاب لو بسعر التكلفة لحتى يوصل لاكبر عدد من القراء لحتى نحن نقدر نساعد كل الاطفال يوصلون للكتاب التكلفة مثل ما عم تقولي خاصة بهي الظروف الاقتصادية عم تكون صحيح. عالية شوي بس نحن عم نحاول الربح يكون قليل لحتى يقدر يوصل الكتاب يعني كل شرائح إن شاء الله بتوصل كل قصصك لكل الأطفال وللأهالي يعني كمان نحن بنستمتع اليوم بالقصة وقت اللي بنقراها للطفل يعني حتى نرجع منحن للقصة بتعيش الجو يعني أكيد خلينا قبل ما نختم نعرف العناوين اللي رح تشتغل عليها مستقبلا هلا أنا عندي سلسلة اسمها هي تابعة للمكتشف الصغير بس ما حسميها المكتشف الصغير بدي أعلمهم صفات الحيوانات مثلا كل حيوان صفاته الشكلية ومع الصوت أنا هلأ في حتى تصبح على خير في له كيو آر صوتي حتى إذا الطفل ماله إنه كتير خلق للقراءة فبيتصور الكيو آر الصوتي بتطلع له القصة عن طريق الصوت هذا الشيء اللي عم نشتغل عليه هلأ فيها لوسائل النقل شيء جديد في لتعليم الصلاة عمل لوحات كبيرة كتاب عبارة عن لوحة كتير كبيرة وكتير ملفت لتعليم الصلاة وفي عندي بدي اشتغل شوي على اللغة العربية أكثر أكيد بالختام أكيد نتشكرك اليوم لوجودك معنا الكاتبة سميرة الشكر المتخصصة في مجال الكتابة للأطفال شكرا سميرة وصباحك حلو على طول